دلوقتي تعالوا نروح لعلي معلول. والحقيقه علي معلول يعني اللي انا هقوله ده ينطبق على من اول يوم تقريبا حط رجله فيه في النادي الاهلي، يعني مش بس في ماتش امبارح، بس بصفه خاصه في ماتش امبارح تحسه ما كانش بيلعب مع نادي هو بينتمي ليه، هو تحسه انه كان بيلعب مع منتخب بلده. يعني بنتكلم انه بيلعب بقلب وبشعفه وبشغف وبحب وبروح قتاليه كالعاده. هو ده علي معلول ابن النادي الاهلي. علي معلول قال ان هذا الفوز يعد بمثابه تحضير جيد جدا قبل المشاركه في كاس العالم للانديه، والحقيقه النقطه دي فعلا على الصعيد حتى المعنوي في منتهى الاهميه وصحيحه بنسبه 100%. تعالوا نشوف كابتن علي معلول قال ايه. اتفضل. اكيد اكيد، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي على الانتصار الممتاز مقابل الديربي. كنا عارفين قيمه المقابله هذه، محضرنا المقابله نتاعنا كما يلزم، دخلنا للمقابله بمعنويات مرتفعه. نعرفوا الفارق ما النقاط بيننا وبين نادي الزمالك، خصوصا في الفتره الاخيره نادي الزمالك كان بيمر شويه مشاكل، لكن احنا كنا مركزين للمقابله، كنا عارفين انه ثلاثه نقاط هذا مهمين يخلينا نوسعوا الفارق مع اقرب المنافسين لينا، ويخلينا نحضروا ان شاء الله الكاس العالم للانديه في اجواء ممتازه، نسافروا للمغرب والمعنويات نتاعنا مرتفعه. اكيد اكيد، اللاعبين الكل على قدر المسؤوليه، اللاعبين الكل عارفين قيمه النادي الاهلي وقيمه التيشيرت بتاع النادي الاهلي، اللاعبين القدامى حتى اللاعبين المصابين كما عمرو السوليه متولي وعبد المنعم كلهم كانوا موجودين اليوم لتحفيز اللاعبين الكل. الصفقات اللي جات قدمت مردود متميز كما خالد عبد الفتاح او مروان، لكن اهم من هذا الكل هو عوده كهرباء اللي خلانا ندخلوا سجلنا الهدف الاول اللي سهل لنا اكثر المقابله. نشكروه وان شاء الله يكون عوده ميمونه ان شاء الله الكهرباء، وان شاء الله يكمل على نفس الساق ان شاء الله. لا لازم، احنا شفنا الجماهير تاع النادي الاهلي اليوم والمسانده الكبيره اللي قدموها في تشجيع اللاعبين على طول مدار 90 دقيقه، كانوا ما وقفوش تشجيع للاعبين. نتمنى ان شاء الله في قادم المقابلات يكونوا موجودين بنفس العزيمه وبنفس الروح، وان شاء الله احنا كلاعبين نحاولوا ديما نخليهم فرحانين ان شاء الله.